بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنتحدث به عن ملخص قوانين وبعض أسئلة علل في الفيزياء للصف العاشر، بالإضافة لعرض بعض نماذج الامتحانات السابقة. ولكن قبل أن نبدأ وكالعادة نذكركم بالاشتراك بالقناة وأن تكتبوا أي تعليقات عن أي جزئيات تريدون أن يتم شرحها، وأن تنشروا هذا الفيديو بين أصدقائكم لتعم الفائدة، وأن تضعوا زر لايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في ملخص للجزء الثاني من الكتاب، وهو الفصل الثاني، فصل المتجهات. وهنا في فصل المتجهات هناك ثلاثة حالات: إذا كان المتجهان في نفس الاتجاه أو متوازنين، أو متجهان متعاكسين أو متعامدين. وهنا يكون في الحالة الأولى عندما يكون متوازنين أو في نفس الاتجاه حاصل جمع للقوتين إذا كان أعطاك قوة. ونذكر أنه لو استخدم سرعة فإننا نستخدم رمز عين، لكن لو استخدم في السؤال رمز المتجه نستخدم الرمز ميم، لو استخدم في السؤال القوة نستخدم الرمز قاف، لو استخدم للإزاحة نستخدم الرمز فاء. فهنا لو كان القوتان متوازيتان فنقول حاصل جمع القوتين، لو كانت سرعتين حاصل جمع السرعتين، لو كانت إزاحتين في نفس الاتجاه تكون حاصل جمع الإزاحتين. وبينما في حالة المتجهان المتعاكسان، ونضرب مثال، لو كانت قوة الرفع والوزن فهنا هما قوتان متعاكستان، قوة الاحتكاك وقوة الحركة قوتان متعاكستان، قوة في اتجاه الشرق وقوة في اتجاه الغرب قوتان متعاكستان. لو كان قوتان متعامدتان يكون نظرية فيثاغورس، فهي حاصل المربع المحصل يساوي حاصل جمع مربع القوتين أو السرعتين أو المتجهين أو القوتين أو الإزاحتين حسب ما يعطيك السؤال، بمثل أن تكون قوة في الشرق وقوة في الشمال فتكون الزاوية بينهما 90 درجة. في الزاوية في المتجهين المتوازيين أو في نفس الاتجاه تكون الزاوية 0، وتكون محصلتهما أكبر ما يمكن لأنك تكون حاصل جمع قوتين معا. لو كانت عندك قوة 5 نيوتن وقوة 10 نيوتن فتكون 15، فهي أكبر من 5 وأكبر من 10، لكن هما لو كانت متعاكستين تكون 10 ناقص 5، فبالتالي أصغر ما يمكن. في الاتجاه، اتجاه المحصلة نذكر في اتجاه أي منهما لأن كلاهما في نفس الاتجاه، بينما هنا في اتجاه الأكبر، لو كانت مثلا قوة 30 شرقا وقوة 10 غربا فتكون محصلة 30 ناقص 10 تكون 20 شرقا في محصلة القوة الأكبر. بينما في متعامدين نأتي بضالها مقابل المجاور، وحتى عندما نريد أن نأتي بقيمة الهاء أو الزاوية نضع شفتان للمقابل المجاور فتكون لديك سرعة. ونذكر هنا في أن في قوانين نيوتن القانون الثاني هو القانون الوحيد الذي نستخدم عليه مسائل حسابية بشكل أساسي. وقانون نيوتن الثاني يساوي قاف تساوي كاف ضرب تاء، وقاف تساوي كاف ضرب تاء. وهنا نأتي نذكر لماذا كتبت هذا القانون هنا، لأن قاف قد تكون أحد الحالات الثلاثة، بمعنى أن تقول قد تكون القوتين في نفس الاتجاه فيكون محصلة القوة، فهنا نجمع قاف واحد زائد قاف تام، فنستخدم محصلة القوة ونعوض عنها لو أراد التسارع مثلا وأعطاك الكتلة. بالمثل لو كان متعاكستين فهنا هذا القانون قد تكون القوة محصلة عدة قوى في نفس الاتجاه متعاكستين أو متعامدتين، وقد تكون القوة وزن، حيث أن الوزن هو كاف ضرب جيم، كاف الكتلة وجيم عجلة الجاذبية الأرضية.
وفي القوى التي قد نستخدمها قوة القوة المركزية تساوي قاف أو الكتلة ضرب التصارمي، وهو بنفس نطاق القوة التطبيق على قوانين قانون نيوتن الثاني، وهذا نستخدمه في الحركة المركزية. لكن لو أراد لك في الحركة المركزية وفي الحركة الدائرية وطلب منك الزمن، وهنا نذكر أن الزمن هو زمن إكمال دورة واحدة، زمن إكمال دورة واحدة، بمعنى أنه لو قال لك زمن إكمال دورة الأرض حول نفسها 24 ساعة، لو قال لك أنك تتحرك أو تكمل دائرة حركتها أو حركة جسم في مسار دائري خلال ثانيتين، فالزمن الدوري هو ثانيتين، إذن إكمال زمن دوري واحد. وهنا نذكر أنه هو محيط الدائرة على السرعة، ومحيط الدائرة يساوي 2 باي ناق، وباي هي 3.14 أو 22 على 7. وتستطيع أن تستبدل نون بعين، بمعنى أن عين هي نفسها محيط الدائرة على الزمن الدوري. وهنا التردد، نستخدم الزمن الدوري، هو مقلوب الزمن الدوري، هو 1 على نون يساوي الزمن. ويوجد قانون آخر للتردد، هو عدد الدورات على الزمن، بمعنى أنه قال لك أن عندك جسم يتحرك 30 دورة في دقيقة، فتقسم 30 دورة على 60 ثانية فتكون التردد نصف. التصارع المركزي هو نفس قانون نيوتن الثاني، التام يساوي عين تربيع على ناقص السرعة على نصف القطر. وقد يأتي إليك بعدة أسئلة على الجزئية هذه، فمثلا قد يأتي إليك بسؤال عند مضاعفة السرعة مع بقاء نصف القطر يتضاعف التصارع المركزي إلى 4 أمثال، لكن لو ضاعفت نصف القطر فإنك تصبح التصارع المركزي يصبح النصف، لكن لو أعطيت نصف التصارع المركزي يكون نصف القطر يصبح التصارع المركزي الضعف. وهنا برضو نذكر في قانون ومن القوانين المهمة عندنا، اللي هو قانون هوك، وهو قاف وهي قوة الاسترجاع بالنيوتن تساوي سالب ألف في سين. ألف سالب للاتجاه ولا نستخدمه في الحل، ألف هو ثابت النابض بالنيوتن لكل متر، وسين الاستطالة بالمتر. وفي الجزئية الأولى نستخدم في تحويل الوحدات، وهذا كانت في الفصل الأول الدولي، لو كان نظام دولي هو نظام الوحدات الكبيرة تريد أن تحوله لنظام جاوسي فإنك تقوم بعملية الضرب حسب القيمة، بمعنى لو أنك تريد أن تحول كيلو متر إلى جرام إلى متر فإنك تقسم تضرب في ألف، لو أردت أنك تحول كيلو جرام إلى جرام فإنك تضرب في ألف، فهي القيم التي مطلوب أن تكون تحفظها. لكن العكس، لو أردت أن تحول من جاوس إلى دوري تقسم، بمثال 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، يريد أن هذا نظام جاوسي يريد أن تحوله لنظام الدولي، فإنك في هذه اللحظة لأنك تريد أن تحول من النظام الجاوسي للدولي فإنك تقسم، فتقول 1 على 1000. لماذا قسمنا على 1000؟ لأن الكيلو جرام هو 1000 جرام، وأنت تريد أن تحول من جرام إلى كيلو جرام فتقسم على 1000، تقسيم لأنه هذه الإشارة تقسيم، السنتي 1 على 100 تكعيب لأنه المتر 100 سنتي تكعيب، ونحول القسمة إلى ضرب، والمية تكعيب هي عبارة عن مليون، وعند عملية الاختصار تصبح 1000 كيلو جرام لكل متر تكعيب. في معادلات الحركة بتصارع ثابت، وهذه المعادلات هي 3 معادلات، عين 2 تساوي عين 1 زائد تا في زين فا تساوي عين 1 في زين زائد نص تا في زين تربيع، عين 2 تربيع تساوي عين 1 تربيع زائد 2 تا فا. لو أعطاك في السؤال سكون وهنا عندما لو أعطاك سكون يصبح عين 1 0، لو أعطاك توقف الجسم فعين 2 0، وهنا نقصد بعين 2 هي السرعة النهائية، عين 1 هي السرعة الابتدائية، تا متوسط التصارع، زين الزمن.
ونذكر أن متوسط التسارع هو عبارة عن تغير في الإزاحة على الزمن، أو تغير الزمن للإزاحة على الزمن دلتا فا على دلتا زين فا 2 ناقص فا 1 على زين 2 ناقص زين 1. متوسط التسارع هو عبارة عن تغير السرعة في الزمن دلتا عين على دلتا زين. السقوط الحر نفس معادلات الحركة بتسارع ثابت، لكن نستبدل تاء وهي التسارع بجيم، وجيم هنا نقصد أنها عبارة عن عجلة الجاذبية الأرضية وتساوي 10 أو 9.8 لكن نقربها لسهولة الحل إلى 10، ونفس المعادلات لكن نستبدل التسارع بجيم. بمعنى في حالات القذف تكون عين 2 0، لكن في حالات السقوط عين 1 0، عين وفاء تكون بالسالب وعجلة الجاذبية تكون بالسالب. هنا عجلة الجاذبية تكون بالسالب، عين 1 وفاء تكون بالموجب في هذه الحركة بسبب أن الحركة تكون للأسفل. بمعنى بالمثال اللي نريد أن نريك كيف النظام الدولي، نيوتن كيلوغرام في متر لكل ثانية تربيع، هذا نظام دولي، بينما بالنظام الجاوسي جرام في سنتي لكل ثانية تربيع. وبمعنى ونذكر أن الواحد نيوتن تساوي 1 كيلوغرام في متر لكل ثانية تربيع. وهنا قد أجملنا لك ملخص القوانين التي قد تستخدمها في هذه الجزئية من الكتاب. الآن نريد أن نعطيك بعض أسئلة علل المستخدم، وهنا نعرض بعض أسئلة علل. لو أراد طلب منك السرعة والتسارع والقوة كميات منتجها ومشتقة، لماذا؟ نعرض تعريف كمية منتجها، منتجها لأنها تحتاج لوحدة قياس ومقدار واتجاه، بينما مشتقة لأنها تشتق من الأساسية عبر القانون، وقد يأتي بك بكميات أخرى غير السرعة والتسارع والقوة. لماذا الميكرومتر أدق من الورانية؟ لأن الميكرومتر يقيس لأقرب رقمين 20 بالملي، بينما الورانية لأقرب رقمين 20 بالسنتي. لماذا الحركة الدائرية لها تسارع ثابت مع أنها سرعتها ثابتة؟ لأن السرعة كمية متجهة يتغير اتجاهها. سقوط الأجسام المختلفة معا بإهمال مقاومة الهواء تتعرض نفس تسارع الجاذبية الأرضية. تسقط الريشة في زمن أكبر من الزمن عند عدم إهمال مقاومة الهواء، بسبب مقاومة الهواء الريشة أكبر، ولا نريد هذا الجزء لأنه ليس لها علاقة بالكتلة. يندفع الركاب للأمام عند التوقف المفاجئ والخلف عند التحرك المفاجئ بسبب قصور الذات حسب قانون نيوتن، حيث يحاول الجسم الحفاظ على حالته الحركية في الحالة الأولى أو السكونية. يندفع المدفع للخلف عند انطلاق القذيفة حسب قانون نيوتن الثالث، لكل فعل انطلاق القذيفة ردة فعل ارتداد المدفع للخلف. لماذا الطول كمية قياسية والأساسية؟ لأنه يحتاج إلى وحدة قياس ومقدار فقط، وأساسية لا يوجد أبسط منها. مفك الصليب سيارة، مفتاح الصنبور، لعبة السيسو لا تعد تطبيق على قانون نيوتن الثالث، لأنه خط عملهم غير مشترك للقوتين، لذلك لا يتحقق شروط قانون نيوتن الثالث. ويوجد أسئلة تعلل كثيرة، مثل لماذا نستخدم في السبائك في صنع الوحدات حتى تكون تقاوم العوامل الجوية والعوامل الخارجية؟ لماذا نوحد وحدات القياس؟ لماذا الكميات؟ وهناك فيديوهات التي قمنا بعرضها، توجد كثير من أسئلة تعلل وتستطيع الرجوع إليها، ويوجد في الوصف روابط لهذه الفيديوهات الذي شرحنا هذه الجزئيات المهمة. وهنا نعرض التعريفات المهمة التي تحتاجها في هذا الفيزياء، الفيزياء المواد، هذه القياس، المعايرة، كلها جزئيات من التعريفات التي تحتاج أن تعرفها. والآن سنعرض نموذجين من نماذج الامتحانات. هنا نعرض نموذج: إذا تضاعفت سرعة الجسم يتحرك حركة دائرية منتظمة مع بقاء نصف القطر ثابت، لماذا يصبح 4 أمثال؟ وتحدثنا هذا في القوانين، أنك تقوم بتربيع عين 2 تربيع، ف 2 تربيعها 4 فكون 4 أمثال. لكن لو غير السؤال وأصبح يريد منك أنه ضاعف نصف القطر، فإنه يقل إلى النصف. تمام. وحدة القياس الذي
يحتاجها نأسف لهذه الجزئية إذا كانت غير واضحة لديكم. نادية، وحدة القياس القوة تكافئ كيلو جرام في متر لكل ثانية تربية. إذا كانت كثافة الزئبق 13 جرام لكل سنتيمتر مقدرة بالنظام الدولي، قلنا في هذه الحالة نقوم بالجرام نقسمه على 1000 تقسيم السنتي 1 على 100 تكعيب بالمثل كما شرحنا، وتصبح الحالة 13600. أثرت قوة مقدارها 30 نيوتن على نابض فضغطته مسافة 3 من 10 متر يكون ثابت النابض. قلنا أن نقسم القوة على الاستطالة، فالقوة هي عبارة عن 30 والاستطالة 3 متر. وهنا ننتبه إذا أعطاني إياها بالسنتي أن تقوم تحويلها إلى المتر بقسمتها على 100 فتكون الجواب 100. لحساب تسارع حركة المصعد نستخدم تطبيق قانون نيوتن الثاني. إذا أثرت، وهنا نذكر أن قوانين نيوتن وتطبيقاتها يعلم من الجزئيات المهمة، ويوجد لديك فيديو تستطيع الرجوع إليه. إذا أثرت قوتان متعاكستان في جسم وحصل جمعهما الاتجاه 300 وكان مقدار أحدهم 100 فإن مقدار الأخرى، هنا طالما أنهما حاصل جمعهما هما، هنا نذكر أن القوتين متعاكستين فتكون قاف وهنا خطأ لأن 300 قاف ناقص 100 لأنهما قال لك أن القوتين متعاكستين، فمئة على الطرف الآخر تكون تأتي بالطبع الإشارة بتكون بالموجب، فتكون قاف هي عبارة عن الجواب 400. أحد فروع الفيزياء الذي يتناول فيزياء الكون والنجوم وتحركاته وأقداره وكثافته هو الفلك. متجه له مقدار المتجه الأصلي نفسه، ولكن هي يعكس في الاتجاه معكوس المتجه، لكن لو قال لك أنه في نفس الاتجاه يكون مكافئ المتجه. القوة العمودية التي يؤثر بها الجسم على جسم موضوع عليه قوة التلامس العمودية، وتكون التغير في سرعة الجسم متجه بالنسبة للزمان متوسط التسارع، لكن لو قال لك التغير في الإزاحة يكون متوسط التسارع. طول المسار الحقيقة الذي يستكشف الجسم خلال حركته تكون المسافة. وهنا أسئلة تعلم ارتداد المدفع للخلف عند انطلاق القذيفة، قوة 2 كيلومتر وتسقط الريشة، وهذان الأسئلة تحدثنا عنهما في الجزئية السابقة. الكمية القياسية يلزم لتعريفها مقدار، هنا يريد صحح الوحدة قياس والاتجاه، هنا ليست طالما اتجاه اذا كمية متجهة. المساحة تحت المنحنى تساوي عددين تسارع، لا تساوي الازاحة. النيوتن لكل متر هي وحدة قوة الاسترجاع، لا هي وحدة ثابتة مرور الناظر. عندما تنطبق نقطة بداية مع النهاية تكون ازاحة الجسم صفر، تكون ليس واحد صحيح وانما صفر، لأنه عندما يرجع إلى نفس النقطة يكون الإزاحة صفر. إذا قذف جسم حجر للأعلى فكان تسارعه عند أقصى ارتفاع يساوي صفر هو 9.8، لكن ما هو الذي يكون صفر؟ هو السرعة، السرعة النهائية تكون صفر. دفاع الراكب إلى الأمام عندما يضغط السائق المكابح متحركة للأمام، مثال عقب قانون نيوتن الثالث وقانون نيوتن الأول بسبب القصور الذاتي. وهنا نعرض سؤال على سقط. سقط الجسم من بناية فاصل الأرض بعد 3 ثواني ارتفاع البناية، فتساوي عين 1 وهنا صفر. لماذا عوض عنها صفر؟ لأنه سقط في الزين 3 ثواني نصف في. لماذا اخترنا هذا القانون؟ لأنه لا يوجد هنا سرعة نهائية، فهذا القانون هو الأنسب لأنه لا يوجد سرعة نهائية، وهو في مطلوب الأول لا يحتاج سرعة نهائية، فبالتالي هذا القانون هو أنسب قانون لدي. تكون الإجابة سالب 45 متر، وهنا تستطيع أن تكتب 45 متر للأسفل ونضع السالب. سرعة الحجر لحظة اصطدامه بالأرض تستطيع أن تستخدم القانون الأول والأخير، لكن الأول أسهل، وبالمثل لا نضع سالب عندما نكتب للأسفل. وضح بالرسم البياني جسم مقذوف للأعلى، هذه هي الرسمة، لأنه عندما تكون مقذوف فإن السرعة تقل عندما حتى تصل إلى الصفر، ثم تبدأ تزداد هذه السرعة.
منحنى فا زين لجسم ساكن يبعد 5 متر عند المراقب، فعبارة فا في زين ويبعد 5، لكنه هذا جسم ساكن متوقف لا يتحرك. هنا أمثلة أخرى. أحد فروع علم الفيزياء الذي يختص بدراسة كون النجوم ما يتبع هذا العلم هو الفلك. لقياس قطر سلك معدن بدقة عالية نستخدم الميكروميتر، لأن الميكروميتر أقرب رقمين عشريين بالملي. إذا كان قطر القلم 8 سنتي، فإن قطره حسب النظام الدولي 8 على 100، يعني فهو عبارة عن 8 من 100. كل الكميات الفيزيائية ترى مشتقة ما عدا مشتقة ومتجهة الإزاحة، لأنها هي صحيح متجهة لكنها كمية ليست مشتقة بل كمية أساسية. لتحرك رجل 12 متر شرقا ثم عاد 5 متر فإن إزاحته، لأنه كميتين متعاكستين يكون حاصل طرح، فيكون 12 ناقص 5 يكون 7 متر في اتجاه الأكبر. وما هو اتجاه الأكبر؟ هو شرقا. عند ضرب المتجه بكمية عددية أكبر من الواحد فإن المتجه يكون يتضاعف طوله، لكن يبقى في نفس الاتجاه الثابت لأنه كمية موجبة. تحرك السيارة من السكون، بمعنى أن عين واحد تساوي صفر، فوصل سرعتها بعد 10 الزمن 10 ثواني إلى 20 متر لكل ثانية، عين 22، فيريد متوسط التسارع. فنستخدم القانون الأول. لماذا القانون الأول؟ لأن القانون الأول لا يوجد به إزاحة، وهنا لم يعطيني إزاحة، فبالتعويض في القانون الأول يكون الجواب 2. الممانعة التي يبديها الجسم لحركته على جسم سطح بفعل قوة خارجية، يبديها الجسم على السطح، وهنا قال لك على السطح وقوة الاحتكاك بفعل تداخل النتوءات. تدور سيارة حول دوار نجمة في مدينة رفح والذي نصف قطرها 9 متر بسرعة 3 متر لكل، فإن الزمن الدوري لها هنا يكون 18.8. لماذا؟ لأنك تقوم بتقسيم الزمن الدوري محيط الدائرة 2 باي نق على عين، فاثنين ضرب 3 و14 من متر، ونق هي 9 تربيع، فتختار عند الاختصار 9 على 3، وبمعنى تستخدم الآلة الحاسبة يكون الجواب 18.8. وهنا ماذا نعني بقول أن انزاح الجسم يساوي صفر؟ بمعنى أنه يتحرك الجسم في مسار دائري أو في مسار، وعندما يرجع لنفس النقطة يكون صفر. السرعة المتوسطة للجسم 5 متر لكل ثانية، هي معدل التغير الزمني لإزاحة الجسم في اتجاه الجنوب 5 متر لكل ثانية تربيع جنوبا، أو أنه هذا الجسم يتحرك في الثانية الواحدة 5 متر في اتجاه الجنوب. يذكر نص قانون نيوتن الثاني والصيغة الرياضية ويظهر لديكم هنا. علل تحدثنا عنه سابقا، واضح لديكم. بالنسبة لأسئلة العملي فإنه يقوم بإعطائك عدة بيانات. هذه البيانات والمعطيات تقوم بتمثيلها حسب ما يعطيك بالجدول، وهنا تطبيق مثلا على قانون هوك وهو ثابت النابض. فعندما تستخدمه في التمثيل البياني يظهر لديك بالشكل الموجود لديك، فعند تمثيله بياني. لكن نتذكر أن الاستطالة تكون ليست بالسنتي بالمتر، وعند تمثيل القوة على محور الصادات والاستطالة على محور التسعينات، وعند التمثيل على المستوى الديكارتي يكون هذا الشكل. فيريد منك بعد أن تمثل بيانيا العلاقة جد ثابت النابض بوحدة نيوتن لكل متر، فثابت النابض يساوي ميل الخط المستقيم. ما هو ميل الخط المستقيم؟ تقوم بطرح في محور الصادات على تقسيم طرح على محور السينات، وهنا اخترنا آخر قيمة مع أول قيمة 100 ناقص 20 تقسيم نصف ناقص 1 من 10، فتكون الجواب 200، وهنا 200 نيوتن لكل متر، وهي وحدة قياس النبض. هنا ماذا يحدث للمحصل إذا جمع المتجهة
مع مكافئه يتضاعف. لماذا؟ لأن هنا تكون عملية حاصل جمع. لكن لو طلب منك المحصل إذا كان المتجه معك سيكون حاصل طرح ويكون في اتجاه الأكبر. سرعة وتسارع كرة أثناء قذفها الأعلى تسارعها ثابت ويكون بالسالب، لكن السرعة تقل عندما حتى يصل إلى أقصى ارتفاع تكون السرعة صفر. كتلة رائد فضاء عند انتقاله من سطح الأرض، علما أن كتلته هي 80 كيلو، لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر بالجاذبية. لكن لو طلب منك الجاذبية فإنك تقوم بحساب وزنه على الأرض وسدس وزنه على الأرض يكون وزنه في على القمر. يريد تمثيل لديك سيارة منحنى عين في زين، سيارة رصدت حركتها أثناء ضغطها على الفرامل فإن سرعتها تتباطأ حتى تصل وتتوقف حتى تصل الصفر، لأنه قال لك أن السرعة بانتظام. سيارة متوقعة على عاجز عسكري، هنا موضع ما زمن. سقطت تفاحة، والسقوط الحر قلنا أن نعوض في عين 1-0. زين يعطيك بعد 1 ثانية، جيم سالب 10 متر لكل ثانية، عين 2 ومطاك. وتكون نستخدم في البداية القانون الأول، ولماذا استخدمنا القانون الأول؟ لأنه عكس لا يوجد إزاحة. وهنا لا نكتب السالب، هنا فقط 10 متر لكل ثانية في اتجاه الأسفل. وهنا نستخدم القانون الثاني أو الثالث كما يظهر لديكم. وقد نقول نكتب لا نكتب السالب ونكتب فقط 5 متر للأسفل، يكون أيضا الجواب صحيح. هنا كتلة كتاب وزنه 10 نيوتن يتم سحبه على سطح طاولة خشن وأفقي بسرعة ثابتة وبقوة موازية لسطح الطاولة 20 نيوتن. أحسب قوة الاحتكاك، قوة الاحتكاك تعاكس قوة الحركة فبالتالي تكون 20 نيوتن. وقوة التلامس العمودي لأنه قال لك أنه أفقيته تعاكس قوة الوزن فتكون 10 نيوتن لكل متر. وهنا نعتذر حتى لأن الفيديو أصبح طويل، سنقوم بعرض هذه النماذج محلولة لديكم، وتستطيع أن تقف بالفيديو عند الجزئية التي تريدها وتستخدم وتقرأ هذه الحل. وأي استفسارات تستطيع أن تضعوها في التعليقات، ونتمنى أن تصل لديكم فكرة. تستطيع أن تركزوا على الجزئيات السابقة في الحل، ونذكركم أنه يوجد فيديوهات تشرح باقي هذه الوحدة. وهذه الفيديوهات السابقة تستطيع أن من خلالها أن تتعرفوا على كل جزئيات الفيزياء التي تعرفنا عليها. في الفصل القادم سنعرض وسيكون الشرح بشكل أفضل مما هو عليه. نتمنى أن يكون هذا الشرح أفضل بكثير من الآن، ونشكركم بدعمكم على أن وصلنا إلى هذا العدد من المشاركين. نرجو منكم أن تقوموا بدعمنا وبأن تقوموا بنشر هذه الفيديوهات التي نعرضها لديكم حتى نستطيع أن نستمر في عرض الكثير من محتويات المواد العلمية. وهنا نعرض كثير من هذه الأسئلة وهذه النماذج المحلولة، لكن لن نتمكن من شرحها وهي محلولة بسبب أن هذا الفيديو أصبح طويل. لكن نتمنى أن تكون هذه الأسئلة التي عرضناها لديكم هي أسئلة استفدتم منها ومن هذه الجزئيات، ونتمنى أن تنال إعجابكم. إن أعجبكم هذا الفيديو نرجو منكم أن تدعمونا
بزر لايك وأن تنشروه بين أصدقائكم. هناك برضو نعرض الكثير من هذه. أي سؤال لم يتم الإجابة عليه تستطيع أن ترسلوه إلينا في التعليقات، وأي جزئية تريدون أن يتم حسابها وشرحها ستكون أي جزئية في التعليقات. ونتمنى أن تكون هذه الفيديوهات قد نالت إعجابكم، ونشكركم على دعمكم لنا في هذه الفصل الدراسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.